السلام عليكم، معكم محمد السالمي، نائب رئيس مجلس مقاضاة بطانة والمفوض في القطاع الرياضي والثقافي والاجتماعي. اليوم تنعرفوا واحد الحفل في المقاطعة، وهو حفل سنوي تكرر كل سنة، هو إعذار الأطفال عملية الختان. المقاطعة تتعرف هذا الحفل هذا إن شاء الله اللي غيكون هذه السنة هذا ب 200، حاولنا نزيدوا العدد هذه السنة، ورغم ذلك جانا العدد زايد، جانا من برا المقاطعة، وحنا ديما مقاطعة بطانة ترحب بأي واحد. يعني هذا حفل ديال المدينة ماشي ديال المقاطعة خاصة. وكما تشوفوا اليوم تتواجدوا جميع الأمهات بالأطفال ديالهم اللي غادي نسلموا لهم اللبسة التقليدية ديالهم، باش إن شاء الله يوم الأحد غيكون الحفل الختان اللي غيكون الساعة 8 صباحا إن شاء الله. كما قلت لكم كاين 200 في العدد، ولكن حنا تجاوزنا العدد والحمد لله، وحنا قابلين بكل شيء. ومشكور الدكتور بهذه المناسبة اللي منين هضرنا معاه ومنين تحاورنا معاه بالنسبة للعدد راه تجاوزنا. قال لك مرحبا، ما كاين حتى مشكل، يعني هذه خدمة إنسانية، خدمة خص تكون تطوع وعيخ، سيكون عمل اجتماعي وإنساني أولا. واليوم مقاطعة تنكررها شكر الجميع أعضاء المجلس ورئيسة المصلحة التنشيط أخت عائشة اللي سهرات هي والموظفة ديال في القطاع اللي سهروا على تنظيم هذه العملية اللي ماشي سهلة، اللي أنا شخصيا حضرت معهم من نهار العيد كانوا خدامين باش يهيئوا باش يقدر يكون في الوقت ديالو، باش يكون حفل الختان في الوقت ديالو. كما تتشوفوا اليوم الحمد لله حضروا كاع الأمهات. يعني اش غنقول لك، انا ما كناش ناويين يحضر العدد كله، كنا حيت الختان كاين نهار الاحد، ما يمكنش يبقاو غاديين جايين غادي، خصوصا كاين اللي جاي من بعيد، كاين اللي جاي من ما نقولش مدن بعاد، ولكن راه من القرى النواحي ديال مدينه تسلا، وكلهم حضروا وكلهم فرحانين. وهذا الحفل هذا الحمد لله تيعطي واحد الصدى ديما في المدينه، ديما مقاطعه طانا تدير واحد الحفل اللي يستاهلوا هاد الناس هادو. يعني هذا عمل خيري وعمل انساني، وان شاء الله نهار الاحد غيكون الختان ان شاء الله في الساعه 8 في مستشفى مولاي عبد الله في القريه، ونتمنوا من الله يدوز كل شيء على خير وبخير كما كل سنه. السكينه ديال بطانا، جينا اليوم هاد الشهادة اللي دارو لنا لوليداتنا، الله يجازيهم بخير. كنشكر الناس المسؤولين اللي وقفوا معنا، وقفوا مع وليداتنا، فرحونا والحمد لله على كل شيء، لأن لقينا الناس اللي وقفوا معنا في هاد الشهادة والله سهل عليهم. تاجي لهاد الشهادة والحمد لله كيرجع الفضل لكل هاد الناس اللي وقفوا معنا، المسؤولين كاملين، وكنشكروا رئيس الجماعة وجميع المسؤولين في هاد الشهادة. قطاعة بطانة اللي دابت كل سنة كندير واحد الحفل ختاني للوليدات ذو العائلة المميزة. هذا الحفل هاد السنة تتخللوا 200 طفل من العائلات المميزة اللي تم الختان ديالو. اليوم عندنا حفل ديال الافتتاح، وعندنا حفل توزيع الملابس والهدايا للوليدات اللي غنتخدموا ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله بمستشفى مولاي عبد الله. ونشكروا رئيس مقاطعه بطانة ورئيس اللجنه ديال التنميه البشريه سي سالمي احمد، وجميع اعضاء وعضوات مقاطعه بطانة على هذا العمل الخيري اللي دائما دابت انه ان شاء الله تنظموا. انا فرحانه لاننا فرحنا مجموعه من العائلات اللي هي جد عندها أمس الحاجة باش تطهر وليداتها، باش تختنهم، كاين اللي ما عنده كاع باش تختنوا، وفرحانين لأنهم قدرنا أننا واحد العدد كبير باش أننا نفرحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن العلوي مشرف على طاقم الإعذار بدون نزيف، يحسن لي شرف غادي نحضر معكم هاد التوزيع ديال هاد البدلات للأطفال. وكنا كنعملوا بعد النصائح للأمهات على أساس في أثناء العمليات الجراحة أو العمليات الختان، ولكن على ما بان لي ما نلقاوش بحال هاد المناسبة اللي هما مجموعين هنايا غيكون أفضل، ماشي غيكون في عين المكان شي كيدخل شي كيخرج. غنحاولوا ما أمكن نعطيو لهم بعض النصائح هنايا. في اعتقادي ما يقرب على 300، ما يقرب 290 في اعتقادي اللي في علمي، و 310 او 300 وشي حاجه دازت 21 22، دازت في امانه الله باستثناء بعض الحالات اللي كانوا كيتحتاجوا بعض العمليات الجراحيه اللي كتكلف شي شويه، كتكلف الاباء من ناحيه الاثمنه، ولكن الفضل كيرجع لهذ المجالس اللي نظموا هاد العمل هذا، استفدوا بالمجان ونتمنوا حالات اخرى اللي غتكون الحد
تكون الا كانت شي حاجه راه قدرنا ندوزو. انما هذه العمليه اللي كنديرو هو خاصه بالنسبه لبعض الاخطاء اللي كيكون من طرف الامهات ولا كيف كنحسبوا حنا العصرانه سيف ذو حدين، خاصه بالنسبه لذاك اللي بيغودي كيف كيسميهم كيزيرهم وكيتسمى بهجره ديال الخيسيات ولا كيتسمى بليزيكوبتي. هادو كيديروا واحد ازعاج على الطفل، لا من ناحيه ديال النمو ولا من ناحيه ديال الانجاب ولا من ناحيه ديال الحالات اللي كتزعج والديه اكثر وغاليه في الثمن ديالها. حنا كنزلوهم شبه ما بظرف ربع ساعه بالطاقه بدون عمليه جراحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.